ما راح يصح. اولا اكتئاب ضيق في الصدر، الناس العزله، هذه مرحله من مراحل الصح. العزله اولا، اكتئاب موسمي قضاء الفتره ما بين العصر والمغرب ولا العشاء، هذه مرحله صح. بعض الاحيان كنت تنامون، بعض الاحيان بكاء شديد او بكاء بغير سبب، هذه مرحلة من مراحل السحر. منامات مفزعة، تفريق ما بين الزوج، هذه من مرحلة السحر. حتى الأبناء، ضيقة من الأبناء، كاش كيما الأم الابن ديالهم من الأبناء، من الأبناء تقول لي شا درت وشا ما درتش وشا لا عندي، وهذه غير منطقية باسكو الأم هي الأقرب إلى الابن. بصح هذه من مراحل السحر، مرحلة في المراحل الأولى تاع السحر. فهمتي أختي الكريمة؟ ثالثا، إنسان يتعظ يذكر الصلاة، نصلي ونحبس. لا معليش، إنسان ما يملش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم تملون والله لا يمل، أنتم تملون والله باب التوبة محلول. ما يقولش بلي إنسان لا ماش يصلي على كذا وعلى كذا، إنسان ما يملش، نهار يصلي نهار يصلي يصلي بإذن الله تعالى. فهمتي؟ شنو يبدأ مراحل مراحل، مرحلة يغتسل يشرب، بسم الله، مرحلة يشرب ويغتسل. فهمتي؟ تبدا مرحله مرحله، الانسان ما يخليش روحه حتى يطيح، حتى يدخل الجسد، راه خارج الجسد عباره عن اريح، بصح من بعد يولي في الجسد. من ضروب هذه المراحل يبدا من ضروب يغتسل يشرب يدهن رش البيت. فهمت؟ ما فهمتش اريح شنو؟ قادر اقول يعني مازال ما احنا ما تعرضناش، عاود تبدي بمرحله ما نعرفوا، تبدي مرحله قادر تبدا السحر ولا تبدا تاع المس. يقول لها اريح. اريح عباره عن اريح، يبدا بالريح. ما يسكتش ديرك. فهمتي؟ ما يسكنش ديرت بشويه بشويه ويسكن. شرا الانسان من دروك يبدا يحارب فيه. فهمتي اختي الكلمه؟ تبدا في ضيق الصدر معامله غير لائقه. فهمتي اختي؟ شرا بشويه بشويه باذن الله تعالى يفرجها. ما تقلقش، دير مرحله كل حاجه من اليوم يبدو، من اليوم يبدو ان شاء الله باذن الله.